مع الوزيرة الملف الشائك اللي دائما عندما أتذكره بأصاب بحالة من، مش عايز أقول إحباط لكنه شبه إحباط، الانفجار السكاني. الانفجار السكاني كل اللي حضرتك تفضلت بيه ربما يكون مرهون إنه نضبط هذا الانفجار، شايفينه إزاي؟ بص حضرتك، احنا عندنا طبعا مشكلة ان احنا عندنا زيادة سكانية، والزيادة السكانية على الرغم انها بدأت في التباطؤ قليلا الفترة دي، اللي هي معدل الزيادة الطبيعية، اللي هي الزيادة السكانية مطروح منها الوفيات، فيها تباطؤ بسيط، ولكن مازال عندنا زيادة في عدد السكان. مازال طبعا احنا لو فضلنا بنفس هذه المعدلات هيبقى في ضغط كبير جدا على الموارد. ده محتاج يعني الدولة كلها بتشتغل، سواء كان توعية، سواء كان من الباب للباب، سواء كان الشباب، الجامعات، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية. وفي نفس الوقت احنا يعني في خطة للحد من الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت في خطة ايضا لزيادة الاستثمار في القوى البشرية. عشان كده احنا بنتكلم على ملف الصحة من الملفات الاولوية، ملف التعليم النهاردة وتطوير منظومة التعليم، لان احنا لازم نمشي بالاتنين بالتوازي، ان صحيح. انا اشتغل على الحد من الزيادة السكانية، وان انا اشتغل في نفس الوقت على الاستثمار في العنصر البشري، لانه سواء هو عنصر موجود عندي في مصر او هيبقى موجود بره مصر في يعني بتنظر إليه بعين إنه مورد فرصة، الموارد. فرصة ديموغرافية، هو فرصة. فرصة ديموغرافية. يعني هي العالم بيشيخ، حضرتك خلي بالك اوروبا بتشيخ قرع عجوز اسمه مسمى، صحيح؟ بالظبط كده. فهم النهارده بدأوا يستقطبوا كمان الشباب من الدول اللي فيها نسب شباب كبيرة، فاحنا كل ما كان عندنا الشباب ده متعلم متدرب ممكن يندمج في هذه المجتمعات ويبقى فايدة بشكل مباشر أو غير مباشر كخطة استراتيجية. بالظبط. طب مع الوزيرة، صندوق مصر السيادي كان حلم ربما لبعض المتخصصين وراود الكثير، لكن لم يرى النور إلا خلال الفترة القليلة الماضية. يعني أطلع المشاهد على تعريف الصندوق، كيف يعمل، هيفيدنا في إيه؟ خليني اقول الصناديق السياديه دي بدات امتى. هي بدات تقريبا 1950. في بعض الدول لقت ان عندها قدر من الفوائد، وبالذات الفوائد النفطيه، هي بدات مع الدول اللي ليها فوائد نفطيه، وقالت طب ما نعمل صندوق نحط فيه عائد هذه الفوائد ونبتدي نستثمره، وبحيث ان انا احافظ على حقوق الاجيال القادمه. مع الوقت بدات دول تانية تقول طب هو مش نفط بس، انا ممكن دول في افريقيا، بوتسوانا عندها الماس، صحيح. قلت لك انا استخدم مواردي الطبيعيه. شويه تاني وبدات دول تانية تقول طب ما انا عندي ممتلكات. ومن هنا جه فكره صندوق مصر السيادي، انه انا عندي اصول في مصر، مصر غنيه باصولها، اراضيها، بمبانيها، باصولها، عندنا موارد كتيره جدا. موارد دي مش مستغله او مستغله، ولكن استغلال بسيط او ضعيف او غير كفء. طب ما ناخد الاصول دي وابتدي احطها او اخليها تحت اداره جهاز او صندوق ايا كان اسمه، وابتدي اشوف اقيمها واشوف ايه وضعها واشوف اوجه، احسن اوجه لاستخدامها ايه، وابتدي اجيب القطاع الخاص يخش يشارك مع الصندوق في استغلال هذه الاصول. فهي عندنا حاجات مش مستغله، تيجي خدها نبص عليها ونقيمها، عندنا ناس متخصصين بيقيموها، ابتدي ادي فرصه. يعني يمكن بيقولوا لك في قدر من الراي العام اللي كان بيقول الدوله تزاحم القطاع الخاص، لا احنا مش بنزاحم، اهو ده احنا اهو تعالوا اتفضلوا شاركوا معانا وادخلوا واستغلوا هذه الاصول. فهي اليه، احد اليات الدوله لتعظيم العائد من موارد الدوله ومن اصول الدوله، ومع وجود استخدام شراكه أمثل. طبعا استغلال امثل، مع وجود شراكه من القطاع الخاص لهذه الاصول.